صراحة وجدت فتشي ما كنت أتوقعه ولا كنت أتصور أنه عندنا هيجي مشروع متكامل بالعراق. الحمد لله والشكر استخدامهم للمياه بطرق التنقيط وباستخدام المرشات وبالاعتماد على مياه الآبار اللي تم حفرها من قبل هيئتنا في الأعوام السابقة واستخدامهم للطاقة البديلة باستخدام الطاقة الشمسية. فشفت مشروع متكامل ومزارع كبيرة وتحوي على أصناف كثيرة من أنواع التمور، إضافة إلى أنهم ناويين في زراعة الحمضيات، وإن شاء الله نكون على أتم الاستعداد للتعاون مع هيك مشاريع عملاقة وهيك مشاريع اللي تخدم العراق وتساعد على تطوره واستثمار الأراضي الصحراوية اللي تحتاج إلى أنه تكون خضار في سبيل التغيرات المناخية اللي يمر بها العراق. فكل هذه المشاريع راح تساعد على تغيير المناخ وتعيد الحياة إلى العراق مجدداً.